رب.
اعلم ان الكبر رفض الحق والبعد عنه ترفعا وتجبرا، والكبر هو احتقار الناس وازدراؤهم، وهو من الامراض القلبيه المقيته. جاءت الشريعه الاسلاميه لتبني الانسان بناء شامخا، ثلاثه ركائز اهملها الناس في هذه العصور واهملتها الجامعات، فانتقلنا من امه الحضاره الى امه الهمج. الركيزه الاولى العقيده الاسلاميه الراسخه المنبثقه عن التوحيد، وهذه تعطي المسلم طاقه ايجابيه هائله في نفسه، فلم يعد يخيفه شيء، ولم يعد يحمل هم شيء، لا هم الرزق ولا هم الصحه ولا هم الخوف. الركيزه الثانيه العلم الشرعي الضروري، وهو الاساسيات التي لا بد لكل مسلم ان يحصل عليها، مثل تعلمه كيفيه الطهاره والصلاه والصيام وقراءه القران كما انزل. وهذه ايضا كسابقتها تجد المسلمين اليوم غارقين في جهاله لا يعلمها الا الله. اما الركيزه الثالثه التي كان العلماء يحرصون عليها ويعلمونها الناس في المساجد، معالجة أمراض القلوب المعنوية كالكبر والعجب والحسد والغيبة والنميمة. كان العلماء يعلمون المسلمين هذه الركائز ليسلوا بهم من عالم التخلف إلى عالم الحضارة، ثم يبدأ المسلم مشواره في الحياة بعقيدة راسخة وعلم نافع ونفس محترمة لا تسيء للآخرين. كان المسلم بعد أن يتعلم هذه الركائز لا يأكل مالاً حراماً ولو كان المال ليقضيه، كان يؤدي الأمانة ولا يتكبر على خلق الله. المقام هنا لا يتسع للإطالة، خطبة الجمعة دقائق معدودة، هدفها بالشريعة الاجتماع بالناس وإيصال فكرة لهم لعلها أن تكون هدفا لهم طيلة الأسبوع، بل طيلة الشهر، بل طيلة عمره. المسلم الذي يقتصر في حياته على خطبة الجمعة لا يرتقي كما يرتقي السابقون. كان المسلمون يحضرون خطبة الجمعة ثم يتعلمون طيلة الأسبوع، يتعلمون الوعظ والإرشاد بعد أن يتعلموا الركائز الثلاث التي ذكرتها. وإن من واجب القائمين على أمور الدين في هذا البلد أن يركزوا على هذا الأمر، وأن يحضروا جلسات العلم في المساجد، وإلا كانوا مقصرين وسوف يسألون أمام الله يوم أن تفتح الصحف يوم القيامة. من صور الكبر المن والأذى قبل ومع وبعد أداء الصدقة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقبلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فإن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي بها فإنها لا تقبل، حتى إن الملك لا يسجلها في سجل العدل، أي كأنه لم ينفق. ووالله إني أشاهد كثيرا ممن يتصدقون ويؤذون، ممن يتصدقون ويمنون. ورد في الأثر: إياكم والامتنان بالمعروف فإنه
الشكر ويمحق الأجر. فالحذر الحذر أيها المتصدقون من إيذاء الفقير أو المن عليه أو تصويره وأنتم تطعمون. الزكاة واجبة عليكم، تعطى بحق وتوزع بأدب، وليست الزكاة دعاية انتخابية. صورة ثانية من صور الكبر، أن يرى الإنسان نفسه فوق الآخرين بالطاعات والدعوة إلى الله، بل عليه أن يحاور الناس بالحسنى طمعا في إسلامهم وصلاحهم. ورد أن أحد الصالحين كان مع والده جالسين في مسجد والناس نيام، فقام وصلى قيام الليل وقال: يا أبتي، أنا وإياك صلينا قيام الليل والناس نائمون. قال: يا بني، والله لو بقيت نائما خير لك من أن تخوض في أعراض. إن الله سبحانه لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو أعدى عتاة البشر، قال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حذرهما من خشونة الكلام مع فرعون لا خوفا منه، لأن الله عصمهما من القتل ومن إيذاء فرعون لهما، بل طمعا باتباعه للحق. إن الدين من شعار الدعوة إلى الحق. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولأن المقصود من دعوة الرسل هو حصول الاهتداء إلى إظهار العظمة ومن تطلع بدون جدوى. أمر الله سبحانه نبيه أن يكون ليلة جامع، فقال عز شأنه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأخيرا، إن لم تكونوا من أهل العلم اتركوا الجدال والمراء. ورد في الأثر: من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في الجنة. جنب بيوت الله الجدال والمراء. فإن العلماء اختلفوا في أمرين، منهم من يبسمل قبل الفاتحة، ومنهم من يبدأ بالحمد لله رب العالمين، منهم من يحلق إصبعه في التشهد، ومنهم من يلطفها، منهم من يفعل كذا ومنهم من لا يفعل. هذا شأن الفرعيات لا داعي لنا بها، نحن كلنا متفقون على الأصول، متفقون على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يكفينا هذا الشرف حتى ندخل في أجيال ومراء نبغض بعضنا بعضا؟ حتى أهل العلم عندما يتحاورون بينهم يجب أن يكون حوارهما بأدب، ولا يكون بعده بغض أو نزاع. لخص الإمام الشافعي أدبيات الحوار المثمر حين قال ليونس الصدفي وهو أحد تلاميذه، ولكنه كان خشنا عند النقاش، يريد أن يظهر دائما ظهور الفائز كمثلنا نحن. قال له: ألا يستقيم أن نكون إخواناً ولو وإن لم نتفق في مسألة؟ لا تحاول الانتصار في كل الاختلاف، فإن كسب القلوب أولى من كسب المواقف والمعارف. يا يونس، لا تهدم الجسور التي بنيتها فربما تحدث الخيول. اكره الخطأ ولا تكره المشكلة. ابغض المعصية ولكن ارحم العاصي. واعلم أن مهمتنا في هذه الحياة القضاء على المرض، القضاء على المريض.
اتركوا النقاش العلمي لاصحابه، واتركوا الجدال في سائر الامور فانه مذمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه انه هو الغفور. واعلموا